صحيح بيتقال إن الإغريق أول من لعبوا رياضة عشان نظموا أول دورة ألعاب أولمبية سنة 776 قبل الميلاد، لكن الحقيقة إن كان في ناس قبلهم سبقتهم. أول مباراة كرة قدم في تاريخنا الحديث اتلعبت سنة 1882، كانت ما بين المصريين وقوات الاحتلال البريطاني، والمباراة دي انتهت بفوز المصريين. الكلام ده كان قبل إنشاء الاتحاد المصري لكرة القدم ب40 سنة، اللي أنشئ بعد كده في 1921 واعتمد من الفيفا في 1923. 7 مارس 1914 النادي الأهلي نظم أول مباراة كرة قدم، وبعد كده استمرت المباريات دي بتتنظم لحوالي 20 سنة، وده اللي ساهم بصورة كبيرة جدا لنشر كرة القدم في مصر. تفتكروا الماتشات دي أقدم بطولات رياضية في تاريخنا؟ الرياضة لغة بيتكلمها الكل وبتجمع الكل من كل مكان في العالم، بغض النظر عن عاداتهم وتقاليدهم، معتقداتهم الدينية وكمان ثقافتهم. مصر أصل الحضارات وأصل كتير من الألعاب الرياضية. بيتقال إن الرياضة عمرها حوالي 3000 سنة، وإن في البداية كانت لأغراض زي الحرب والصيد، وإنها بعد كده اتطورت لما أسس القدماء اليونانيين الألعاب الأولمبية الحديثة سنة 776 قبل الميلاد. لكن الكلام ده مش حقيقي، لكن الحقيقة إن القدماء المصريين عرفوا الرياضة قبل اليونانيين بحوالي 2000 سنة، يعني 5000 سنة من النهاردة. المصري عرف أهمية الرياضة وقدسها وكانت جزء من حياته اليومية، وهم أول من لعبوا الرياضة بأغراض اجتماعية وثقافية وترفيهية. فلسفة المصري القديم إن الرياضة بتقوي الفرد وبتعمل ترابط في المجتمع وكمان بتعزز الانتماء، وده شيء أساسي لوجود دولة قوية. والكتابات الهيروغليفية بتثبت وبتبرهن إن المصريين كانوا أقدم من اليونانيين في ممارسة الألعاب، وبعد كده اليونانيين اقتبسوا الفكرة وتبنوها وأنشأوا الألعاب الأولمبية، وده واحد من أهم الآثار اللي تركها لنا القدماء المصريين، لأنه يعتبر أقدم أثر رياضي موجود في التاريخ. الأثر ده موجود في معبد زوسر في منطقة سقارة اللي بيرجع للأسرة الثالثة، وعمره حوالي 2660 سنة قبل الميلاد. وفي الملك زوسر بيقوم بمراسم الحبسب، ودي المراسم اللي بيقوم بيها الملك علشان يستعرض فيها قوته وصحته ولياقته البدنية وقدرته على حكم وإدارة البلاد، وهي عبارة عن العدو أو الجري على شكل دوران بعد تقديم أشواط القربان. ودي أثار لمجموعة من الألعاب المصرية القديمة اللي بترجع لأكتر من 2000 سنة قبل الميلاد، زي العدو والهوكي والتأديف والسباحة والجمباز والملاكمة والمصارعة. وقامت الألعاب الرياضية المصرية القديمة على مفهوم الرياضة للجميع، وكان في 3 مبادئ أساسية. أول واحد كان المساواة، وده بيدي الحق لجميع أفراد وطوائف المجتمع إنها تمارس الرياضة، سواء هم ملوك أو أفراد عاديين من رجال ونساء وأطفال. والأثر ده بيقول إن النساء كمان كان ليهم فرصة إنهم يستعرضوا قوتهم ولياقتهم البدنية وإنهم قادرين على حكم وإدارة البلاد. نقدر نقول إن هو من أقدم الآثار التاريخية اللي بتوثق المساواة أو مفهوم الإنصاف. والأثر ده موجود في معبد الملكة حتشبسوت، واللي بتقوم فيه برضو بمراسم الحبسب، واللي بترجع للأسرة 18 1554 سنة قبل الميلاد. تاني حاجة اللياقة البدنية، اهتم القدماء المصريين برفع مستوى اللياقة البدنية لأنهم أدركوا إن ده بيعود على الدولة بزيادة الإنتاج والإزدهار، وكان ضروري جداً إن هم يربوا الأطفال الصغيرين على الرياضة بشكل يومي. ومقبرة سقارة وبتاع حتب وغيرها من الآثار الفرعونية بتبين قد إيه اهتموا بتنوع الألعاب الرياضية خصوصا للأطفال، زي العدو والوثب والرماية وكمان ألعاب الكورة، ودي كانت حوالي 2470 سنة قبل الميلاد. تالت حاجة التميز، المصري القديم ما اكتفاش خالص بممارسة الرياضة بشكل يومي، كان مهم عنده جدا إن هو يكون متميز فيها، وعشان كده ابتكر فكرة المسابقات. المسابقات أو المنافسات دي ما كانتش فقط محلية، والأثر ده بيوضح منافسة ما بين مصريين وأجانب، وموجود في معبد رمسيس الثالث اللي بيرجع للأسرة 20 حوالي 1100 قبل الميلاد. بسبب إن كان بيشارك في المنافسات دي مصريين وأجانب، كان لازم كمان التحكيم يكون دولي عشان يكون عادل، فكان بيشارك 5 حكام دوليين من أفريقيا وآسيا. ولأن فلسفة ومبادئ المصري القديم قايمة على المساواة، لما أسس اليونانيين القدماء الألعاب الأولمبية بعد آلاف السنين وجم عشان يعزموا المصريين عليها، المصريين احتجوا على حاجتين. أول حاجة إن الدعوة موجهة لأبناء الإغريق فقط. تاني حاجة إن التحكيم بيقوم بيه كهنة إغريق محليين، ورد المصريين كان إن كده الألعاب الأولمبية غير عالمية، وكمان التحكيم بتاعها غير عادل. مفاهيم زي الحق في اللعب
والرياضة من أجل التنمية والسلام هي مصطلحات للأمم المتحدة قامت على العديد من التقارير بتأكد على أهمية إدراج الرياضة في جدول الأهداف العالمية، وده عشان الرياضة بتحل مشكلات كبيرة بيواجهها العالم زي الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وكمان التنمية المستدامة، ودي المفاهيم والمبادئ اللي عرفها المصري القديم ووثقها من أكتر من 5000 سنة.